نقطة نظام. يلا نجم الجولة برأيي تاليسكا لاعب النصر، لاعب متكامل، سجل وصنع، لاعب لديه حلول كثيرة جدا، منها صناعة اللعب، مساندة المهاجم، وأقوى أسلحته التسديد من خارج المنطقة. عندي سؤال الجمال عارف، يوسف نكتي لاعب الوحدة على رادار الاتحاد، ما صحة هذه المعلومة وما رأيه باللاعب؟ سلم عليك أبو بدر وعليك الكرام. أكو خبر هذا انتقال جيمينكو لاعب الهلال جيمينكو إلى الأهلي وحمد الله إلى العميد الاتحادي، هذا خبر صحيح أم لا؟ أنا عتبي على جماهير على ضيوفك، معلش ما في أي أحد منهم ذكر مجهود نادي الاتفاق، هذه علامة استفهام وتعجب. تحياتي لك. مساء الخير أبو بدر، مساء عليك ومساء على ضيوفك. من الآن جهز فيديو كليب وجهز الميكروفون أبو بدر. بإذن الله تعالى النصر بطل الدوري 2022.